السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صور لاحتفال طالبات التكوين المهني وهن تحتفلن بالتخرج بعد استدعائهن للتكوين، وذلك بعد استفادتهن من منحة البطالة. وصنعت الطالبات المتخرجات من ولاية بسكرة كعكة التخرج وعليها صورة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون تعبيرا عن شكرهم له بعدما أقر هذه المنحة في وقت سابق. ودعا ناشطون السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة إعادة النظر في الشروط والتي أقصت العديد من الشباب والذين استفادوا من الوظيفة فيما مضى ولو ليوم واحد، كما ودعوا أيضا إلى ضرورة إلغاء شرط السن ومنحها لكل البطلين بدون استثناء.